بلغتكم كيف اعطيتكم ارقام تليفون بس تبعت ايش حدك يدوم خليك روح سمعني شني وين الصوابت بس ظهري ايه شنو شو تحس ما احس انا السلام ما هيك ما احس بيها يعني رجلك ما تحس زين الإصابة مالتك مرصة الخويل إصابة مالتك شنو اللي صار صار الحدث صار شنو اطلاق نار من الجيش من الجيش نار مقصر يعني الجنود اطلقوا النار لو مثلا الشغب لا الجيش مالنا الجيش يعني قوات عسكرية مو شغب لا زين هم باي حالة محصورين كانوا متضايقين أو المجموعات اللي طالعة مظاهرات همين عندنا سلاح؟ لا لا عندنا سلاح عندنا شيء عندنا شيء عندنا تشيع زين هسه انت ما تحس يعني نص جسمك ماكو من نوم هيش ماكو هاي رجليه واقفات هاي رجليه بقات واقفات معروف لا لا ماكو بعد بعد مبينه ماكو ميتات ما احس ان شاء الله عندك بس العافيه والوطن